أنا أم لأيتام وأرغب في العمل، ولكن هذا العمل فيه اختلاط بالرجال، فماذا يلزمني أن أفعل وأنا ولله الحمد متدينة؟ لا تعملي مع الرجال وابشر بالخير، دوري عمل آخر في بين النساء وابشر بالخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له نارا يسرا. أما مع الرجال مع الممرضين أو غير ذلك لا، هذه فتنة وخطر عظيم على دينك وعلى عرضك. لا تكوني مع الرجال في العمل ابتعدي، ولا تكون سكرتيرة للرجل، ولا مع الطبيب سكرتيرة للطبيب ولا تعاملين، لا كل هذا خطر عظيم. مع النساء مع الطبيبات والممرضات لا بأس، غيرهم في أعمال النساء، أما مع الرجال لا. ولو أكلت التراب، اتق الله وأمشي بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.